غادي نذكر مثال. يعني الناس اللي هما الطلبه مثلا اللي غادي يجتازوا واحد الامتحان معين ما يمكنش ان الفائده غادي ينجحوا بدون ما نصبروا شي شويه، غادي نعياو شي شويه ونحاولوا نرتاحوا عاوتاني نقراو على ما يدور داك الامتحان. ولكن حنا عارفين ان لو ما كانش داك الصبر بمعنى فوق ما جاني انني بغيت نخرج هذا النهار كامل نفرح ونرتاح وانا عارف ان الامتحان تابعني، الا ما صبرتش على هذه الرغبه إلا ما صبرتش على هذا الاحتياج راني ما نقدرش نركز في الدروس ديالي وبالتالي ما غاديش نقدر انني ننجح. كذلك الفائده ملي كتكون مثلا الام غتقول ولدي مثلا عنده واحد الصعوبات في السلوك، غادي نتعلم كيفاش انني غادي نقرا ولا غنستشر اخصائي ولا غنبحث ما هو تربوي وغنشوف الاسباب وغادي نصبر وغادي نبدل من السلوك ديالي باش نقدر انني نخلي ولدي يكون مزيان يعني السلوك ديالو سليم. لولا سعيده لولا هذا الصبر هذا لولا هذا الصبر كيعطينا طاقه باش كنواصلوا. ولكن الا كانت نفس هذه الام غتولي انها تقول وانا كنصبر على ولدي واخا كيتجاوز الحدود ديالو واخا انا ماما هو ما عندي ما ندير وهو هكاك وكتلقى مثلا واحد العنف ولا واحد السلوكات اللي ما خصهاش انها تكون وداك الشيء كيعطي واحد الضغط نفسي داخلي اللي يقدر انه يتفجر لنا اضطرابات نفسيه ولا اضطرابات اللي يعود ليا لاحقا. فهذا الصبر اللي فيه مشكل كبير جدا. اذا ربما حاولت انني بحال مثلا لسعيده غير باش نزيد هذه المساله في العمل باش ننجحوا كنصبروا على شي حويجات اللي كيخصنا اننا نركزوا فيها اكثر ونعطيوها واحد المجهود وواحد الطاقه وواحد الوقت اكثر باش يكون العمل ديالنا في المستوى. ولكن ملي كيكون الانسان كيقول لك صبرت لان الزملاء ديالي كيعطوني العمل ديالهم نخدمه وانا كنقول لا وحنايا معليش ما يعني وكاين واحد التبريرات وكتقدر تستمر سنوات. فهنا الفائده ممكن اننا نسميه صبر اللي هو هدان او الامر ما متعلقش بصبر هو متعلق بالطريقه لالغاء الذات ومشاكل نفسيه اللي كتخرج في هذا السلوك هذا.